بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحيه صباحيه عطره انا زفوا لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. نحييكم ونتمنى للجميع صباح سعيد، صباح ملء الحب والود لكل الاوفياء قناه الشعب اينما تواجدتم. اخواني الكرام اخواتي الكريمات، صباحكم ودائما في اطار الجولات اللي كنقوموا بها في الصبيحه اللي كنحاولوا مره اننا نقربكم يعني من الاجواء ديال كل مدينه على حذافة مدينه اكادير. اليوم الجو اصبح جو ضبابي وجو بارد ديال غايه في هذا الصبيحه ولله الحمد. من ربما من بين الرحمات الالهيه انه زاد علينا بهذا الجو بعد ايام من الحر الشديد. كما كتشوفوا معنا من خلال البث صراحه اجواء فنتمنى ايضا تشاركوا معنا الاجواء في المناطق اللي انتم كتتابعونا فيها. كنا كنعرفوا بان بلادنا يعني تنوع ديال المناخ، كل منطقة كاين مناطق اللي فيها امطار الخير قبل ايام، وايضا كاين مناطق اللي فيها مفرطة من الاجواء ديال المنطقة ديال الكديرة. واش كاين شي امطار الخير، واش كاين شي حرارة، واش كاين شي شرقي ربما، هذه كلها اشياء اللي بغينا نعرفوها نحن وياكم من خلال هذا البث المباشر الصباحي. كما كتشوفوا شوارع المدينة خالية تماما في الصباح، كاين بطبيعة الحال يعني يوم عطلة ويوم راحة نهاية الأسبوع، كتكون يعني هكذا الأجواء في كل المناطق في كل الشوارع. كما كتشوفوا فالدنيا خاوية، هدوء وسكون يعم أرجاء المدينة في مختلف المناطق كما كتتابعوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فأيضا أيضا تشاركوا معنا الأجواء اللي دايرة في الشوارع ديال المدينة والمنطقة والقرية اللي أنت كتقن فيها أخي أو أختي المتتبعة الوفية. فهذه هي الحالة العامة هنا بمدينة أكادير. كما كتشوفوا معنا خلال هذا البث المباشر حنا الآن كنتواجدوا في منطقة تليلة، واحد المنطقة اللي هي معروفة في مدينة أكادير، منطقة ديال الهدوء، منطقة ديال السكون، منطقة اللي يفضلوها العديد من الناس اللي كيقلبوا على راحة البال، اللي كيقلبوا على السكينة والهدوء، فكيجيو كيقنوا في هذه المنطقة. وهي باعتبارها أيضا منطقة من بين المناطق الراقية نوعا ما، رغم يعني أن هذه الكلمة ديال الراقية فتحمل العديد من المعاني. فكاين بيتكم فيها بطبيعة الحال، لكن كما كتشوفوا فصراحة هدوء تام يعم منطقة تليلة في هذه الصبيحة. فقد ارتأينا باش نشاركوا معكم هذه الأجواء الصباحية ونشاركوا معكم هذه الفسحة الصباحية التيري عبر شوارع المدينة في هذه الصبيحة المباركة اللي هي صبيحة يوم الأحد. كما كتشوفوا الشوارع خالية تماما من هدوء وسكون، لا طير يطير ولا بشر يسير، اللهم الهدوء والسكون كل أرجاء مدينة أكادير والمناطق. كما كتشوفوا معنا خلال هذا البث المباشر، فتحية مجددا لكل الأوفياء، تحية مجددا لكل متتبعينا الأوفياء. كلكم صباحكم سعيد، صباح التيسير، صباح مبروك للجميع. فأنتم كما كتشوفوا معنا من خلال صراحة أجواء مميزة للغاية هنا بمدينة أكادير. فكنحيي الجميع المتابعين الأوفياء في الجميع، صباح مبارك إن شاء الله. فلازلنا متواصلين معكم في هذا، أو مواصلين إن صح التعبير معكم في هذا البث الأثير، في هذا البث الصباحي عبر شوارع المدينة في هذه الصباحية. كما كتشوفوا معنا من خلال البث المباشر تحية لكل المتابعين خلق الحاجة الممتعة معنا في هذا البث الصباحي.
الى الحفلية الأزواق ديال مدينة جديدة في الأردن السابقة بإذن الله تعالى. دائما ما كنعيشو هاد الأجواء، دائما ما كنشوفو يعني هاد الأجواء الرائعة، الأجواء المميزة في مدينة أكادير في هذه الصبيحة. فصباح مبارك للجميع. دائما كما عودنا أكثر من مدينة أكادير وأيضا
اخوانا الكرام متابعينا الاوفياء في كل مكان، حاولنا قدر الامكان باش نقربكم من الحاله العامه هذه تقدير الصبيحه فيما تبعتوا معنا في اغلبيه الشوارع واغلبيه الاحياء. ف هدوء التائه التي يعمها وايضا غياب الحركيه في شوارع المدينه فالصبيحه تزامنا مع نهايه الاسبوع، والامر عادي جدا دائما في يوم الاحد يعني تكون الاحياء فالصبيحه وشكري في تقدير الشركه يعني هذه المظاهر تسود في كل ارجاء المدينه. فالتحية للجميع، فقد كان يعني الهدف هو اننا نقربكم الاجواء ونشاركم الفسحه الصباحيه عبر شوارع المدينه بطبيعه الحال. فتحيه للمتابعين في مكان، ونقول لكم صباح الخير، صباح التيسير، صباح اليمن والبركات، ونهاركم مبارك سعيد، و بونفلاند ويكند عدوس، وايضا نهايه اسبوع موفقه.